أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع أو الجزء الثاني لموضوع السلالم اللي راح يكون عن الدرابزينات. موضوع سلالم جدا كبير اللي قسمناه إلى 3 أجزاء، أنواع سلالم انعرض من أكثر من أسبوع. اليوم راح يكون عن الدرابزينات وأنواعها، والجزء الثالث من موضوع السلالم راح يكون عن إضاءة السلالم. طبعا الدرابزين جزء وايد مهم من السلم، ممكن يجمل السلم، ممكن يقتل شكل السلم ويخربه. أنواع الدرابزينات مثل ما أنواع السلالم ممكن تكون بتشطيبات مختلفة، لكن أحذركم وأنوه في بداية هذا الفيديو إن الصور اللي راح تشوفونها وأنا أعرض الدرابزينات احتمال شوية راح تعور قلبكم، لأن أنا وايد عورت قلبي وايد حسيتها حلوة وفي سلالم. راح تشوفون معاي شنو راح يكونون. الجزء الأول الفيديو راح يتقسم إلى أكثر من جزء. أول جزء راح نتكلم عن أنواع تشطيبات الدرابزينات وأنواعها، وبعدين باخذكم معاي جولة حلوة في صفحة البنترست أو فايل البنترست، اللوح أو البورد اللي سويته بخصوص هذا الموضوع. مثل ما عودتكم كل فيديو أتكلم عنه راح أعرض لكم في صور، ونفس الصور راح تكون موجودة في بورد الخاص بهذا الموضوع على حسابي بالبنترست. ممكن تبحثون عن اسمي باسم فرح الحميضي او FN حميضي، راح تلاقون البورد موجود، واختاروا من الصور اللي تبونها سيبوها في بورداتكم اذا تبون، وتكون هي ان شاء الله تفيدكم، تعطيكم الهامات وافكار حق سلالم بيوتكم. طبعا اول موضوع راح اتكلم عنه ودرابزينات هو درابزين الخشب. طبعا درابزين الخشب ممكن يكون عواميد تنخرط بالشكل اللي تبونه، كانت بالشكل هذا شيء كلاسيكي او شيء مودرن، مربعات عادية. طبعا الخشب يجيب انواع، ممكن يكون خشب فاتحة مثل الزان والسنديان، ممكن تكون خشب قامجة مثل التيك والمرنتي وغيرها من الاخشاب اللي تي بالوان بنية او مايلة للاحمرار. طبعا بالاضافة الى هذا ممكن احنا نعمل ستين للخشب، نغير لون العرج نفسه او نطمس العرج كله، ان نصبغ القطعة كلها بلون سوليد مثل ما تشوفون هني. مسكة الدرابزين أو الدرابزين نفسه خشب مع لكر وأي نوع من الستين، وبعدين عندنا القطعة اللي تحت خشب أبيض مسبوق. هذه الستايلات تختارون النقشة اللي تبونها وتنقص أو تنحفر بالشكل اللي تبونه. أما الشكل الثاني هذا فهي قشرة خشب، حرام أني أنا على هذه المساحة كلها تكون سوليد، قشرة خشب نلبسها على MDF أو لاتي وتعطينا هذا الشكل من الدرابزين. بس أكيد لها جماليات، خشب السوليد أقوى من خشب القشرة. لما ني إحنا بهذا الستايل ألبس قشرة على MDF أو لاتي، فأنتبه شوية الماء، الحرارة، هذه كلها رطوبة البيت، هذه كلها تأثر إن القشرة عمرها يقل، فنبدي ندور على ايد عاملة مستواها اعلى، كبس القشرة يكون بشكل افضل، او تكون الواح يأية مكبوسة جاهزة من المصنع او مصدر مالها ما تنكبس عندنا هني في منطقتنا او في البيت نفسه. هذه اول طريقة للدرابزين يكون خشب. ثاني طريقة إنه تكون جزاز. الجزاز وايد حلو، يعطيني ستايل مودرن، وتكلمت فيه بعد عن السلالم، ويخفف لي منظر السلم في البيت، فيعطيني مساحة أكثر، امتداد للنظر أكثر، لكن بالمقابل أكيد التكلفة أعلى. وفيها شوية مساوئ إنه بقع لما نمسك الدرابزين بالإيد، فدائما محتاجين دهم النظفة، الوسخ يبين عليه أكثر، وأنا ما أفضل الدرابزين يكون خالي كذي من غير أي مسكة عليه، لأنه ممكن يكون شوية خطر أو يضايق لما الواحد يمسكه. طبعا إحنا لازم نفكر إحنا ليش قاعدين نسوي درابزين. الدرابزين يعطيني سكيورتي، أمان، لما أنا قاعد أمشي على الدري في شيء ينهي السلم، ماكو طفل يطيح أو أي أحد يطيح اختل توازنه، إذا أحد كبير بالسن أو أي شخص اختل توازنه عنده شيء يمسكه، فضروري هالشيء اللي أنا أمسكه يكون مريح للإيد وما يضايقني أو ممكن يكون خطر. فدايما في أي عنصر
نفكر فيه بالتصميم سواء كان سلم أو غيره، ما نفكر في ناحية جمالية فقط، ولكن نفكر بالفنكشناليتي وشون هذه القطعة عملية وآمنة. السكيورتي هم والأمان شيء، الأمن والسلامة شيء وايد مهم. الستايل الثاني من الدرابزين تكون المعادن، ممكن تكون حديد مطروق، حديد مطعج، ممكن يكون نحاس، ممكن يكون ستيل ستيل، ممكن يكون كروم. طبعا النحاس الستيل ستيل او الكروم نرجع في نفس مشكلة الجزاز، طبعات الإيد تبين عليه. بعض مواد المعادن ممكن مع الوقت تتأكسد، فمحتاجة صيانة نوعا ما دائمة. فإذا الواحد بده يتجه للمعادن ما يمنع، احنا متعودين المعادن تكون بهذا الشكل المطعجة الفيري كلاسيك، ما يمنع ان احنا نفتح أفكار ثانية، ندخل بالستايل المودرن. مو شرط المودرن يكون عواميد عادية وبس، تندرس بطريقة هندسية جيومتريك بهذا الشكل هم حلوة. وإن شاء الله على آخر الفيديو راح ناخذ جولة على البورد اللي موجود بالبنترست وتشوفون كل الأشكال اللي ممكن تصير في استخدام المعادن. طبعا صلبة أكثر تعمر معانا أكثر وطويلة الأمد، وما تتأثر بالرطوبة وغيرها مثل الخشب. أوكي. أما نيجي حق الجبس، هو أنه نوعا ما الأرخص من ناحية الدرابزينات، وأنا شخصيا وايد أحب هذا النوع من السلالم، إنه يكون جزء من الدرابزين حائط والجزء الثاني يكون حائط قصير، يعني كأن هذا طوفة قصيرة ولكن هي نفسها درابزين. هذه الفكرة اللي قاعد أتكلم عنها، تنصبغ بنفس نوع التشطيب اللي أنت قاعد تشطبون فيه البيت أو بتشطيب مختلف، أو تكون قوالب صب بهذا اللي نشوفها ببيوتنا القديمة، أول كله صب جبس. صب الجبس هذا إذا ما كان مدعم بمثل فايبر جلاس أو مادة دعمة أكثر، ممكن يكون وايد هش، ومع الوقت تبدي هذه الأطراف الصغيرة تكون ضعيفة، تتكسر إذا طقه شيء، قاعد تنقل شيء، يا هال قاعد يلعبون، فمع الوقت تبدي تحسون انك قاعد يتاكل او قاعد يتاثر شكله. اوكي، هذا من ناحيه الجبس، ولانه ماده نقدر نشكلها فالاشكال اللي تقدر تصير هي كبيره جدا. ممكن احنا نخترق لنا شكل او قطاع ونسوي عليه، او ممكن يكون بسيط وناعم وبس، يعني مثل بسيط وناعم مثل الشكل اللي احنا قاعد نشوفه. عندنا الكيبلات اللي تكون عبارة عن أسلاك حديدية، أنا شخصياً ما أحبها ولا أحبها ببيوت، لأن أحسها كأنها مكتب، أحسها حلوة حق مكتب، أحسها أكلها محلات تجارية، أحسها حلوة حق مناطق الخارجية بس مو داخل البيت. حتى لو كنا متجهين إلى الستايل الاندستريال، ما أفضل إن إحنا نحط هذا الستايل. في أشكال وايد نقدر نستخدم المعادن فيها والحديد إنها توالم ستايل الاندستري اللي خلينا نتكلم إنه كان مثلاً دوبلكس شبابي عنده سلم صغير بين الدور الأول والدور الثاني، الميزانين نقدر نحطه وراح نتطرق لهم بطريقة مختلفة بعدين. بس أنا ما أحبها، مثل ما تشوفون شكلها بسيط وناعم ووايد جامدة. في طريقة ممكن أستخدم الأسلاك حق البيوت بشكل جداً مختلف وراح أوريكم إياها بعد شوية. عندنا درابزينات مو شرط تكون بنوع واحد من المواد، ممكن تكون متعددة المواد، مثلا ممكن تكون خشب مع حديد بهذه الأشكال. مثل ما تشوفون هنا عندنا النحاس وعندنا الجبس والإضاءة المخفية هذه اللي راح نتطرق لها إن شاء الله في فيديوهات جاية، نفهم مكانها شلون وشون نجهز لها وشون جزء من سلمنا وجمال سلمنا. طبعا هني حاطين لنا خشب نحاس، خشب حق المنطقة العليا من الدرابزين، عفوا هني عندنا خشب المنطقة العليا، جزاز بالنص، ومعدن او حديد كقواطع فاصلة الجزاز. طبعا لازم نعرف الجزاز كل ما كبر او كل ما قاسه كبر كل ما سعره صار اغلى، فبنبدي نقصصه ونحط فيه قواطع بالنص، لان كل ما صار مقاس الجزاز اكبر صارت فراجايل اكثر، حساسه اكثر، فلازم نمتنها عشان تكون اقوى، فهني تبدي التكلفه ترتفع. هني عندنا هم اشكال مختلفه من الدرابزينات،
ممكن احنا لما نيجي نسوي سلم لازم نفكر هل انا السلم هذا ابي درب زين يمين ويسار ولا ابي طوفة على اليمين ودرب زين على اليسار. هذا قرار انتوا تاخذونه كانتوا اصحاب بيت او مصممين شو اللي راح يكون. فهذا شيء نقرره في مراحل مبكرة من البنيان او من التصميم عشان يكون تصميمه وشكله متماشي من مع باقي البيت. طبعا مقاس السلم وشكله كان L او linear او U تكلمت عنه في الفيديو السابق الجزء الاول، ممكن ترجعوا له اذا ما كنتوا شايفينه وهم يساعدكم في هذه النقطة. في وايد ناس يحبون يغامرون ان درب الدري ما يصير له درب زين مثل الشكل هذا انا او الشكل هذا. انا واحدة عندي خوف من المرتفعات، فاذا كنت قاعد اصعد على هذا السلم من غير درب زين اتوقع ركبي راح يعني ما تتحرك، راح اثبت بمكاني. فنرجع نقول الشكل الجمالي مهم ولكن عمره ما يكون اهم من عملية هذه القطعة او هذا العنصر اللي انا قاعد اصممه. السلم اذا ما راح احط فيه درب زين فلازم يكون عريض ان الواحد يمشي فيه بالنص من غير ما يخترع ومن غير ما نخاف على عيالنا بعد. فانا متأكدة وايد ناس يتابعوني راح يكونون رافضين هذه الفكرة تماما. فهذه من ناحية انواع درب زينات. خلينا الحين اخذكم معاي في رحلة في البنترست والصور ونتمشى فيها ونسولف. هتلاقون عندي هذا البورد اسمه سلالم وداخله هاند ريلز، انواع السلالم، درب زينات واضاءة السلالم. اليوم احنا انواع السلالم اوريدي تكلمنا عنها، انواع الدرب زينات شوفوا هني، شوفوا معاي انواع الدرب زينات. وين راح هذا بسرعة؟ يعني شوفوا هذا السلم بسيط، السلم جاي بنص طوفتين، قطعة بسيطة خشبية راكبة على الطوفة عشان لأنه مثل ما قلنا الطوف تعطيني حماية، ولكن أنا أبي لما أحد كبير أحد يختل توازنه في شيء يمسكه، الطوفة ممكن ما تكون شيء مناسب، فأحتاج إني أمسك هذه الدربزينة وهذه القطعة الصغيرة. هذا الدري التحفة الموجود كيرفد. سلالم الكيرفد وايد مهم عرضها لان المنطقة اللي بالنص تكون عمق السلمة صغيرة فما تكون مريحة اني انا امشي عليها. كل ما كبر السلم كل ما فرشت الزاوية نفسها وصار عندي مجال ان الناس تمشي مرتاحين على السلم من المنطقة الخارجية مو بالكور او بالسنتر مال الكيرف نفسه. فهذا شيء وايد مهم تفكرون فيه لانه يبتدي يصير السلم مزعج وانتو قاعد تصعدون تنزلون عليه. هني بالسلم راح تلاقون انه عاملين نوعين من تشطيب، السنتر صاير مثل الجبس والمنطقة الخارجية للسلم صاير جزاز. لكن ننتبه شوفوا التشطيب السلم او الجزاز ياي بين ساندويتش او مثل عنصرين عندكم ارضية السلم نفسها في جروف وفراغ دخل داخل الجزاز وصار هذه طريقة تثبيته، ما كأثر الجزاز خارجي في بولتس ولا براغي تثبت. فهذا أكيد شكل جمالي معمول لحساب من البداية في وقت تصميم السلم، تصميم قطع السلم، أرضية السلم وطريقة تركيبها. نرجع لسلم ثاني. هني تكلمنا مساعة عن الأسلاك وشلون ما نحبها تكون موجودة في البيوت، ولكن إذا كانت في هذا الشكل فيعطيني ستايل حلو باستخدام خيوط القش. هي نفسها عازل أعطاني أمان للسلم بس نفس الوقت أعطاني شكل حلو. عندنا أنا قاعد أتمشى معاكم يعني شبك بهذه الطريقة ممكن هم تكون جزء من تصميم البيت. عندنا ممكن كذي هم أسلاك ولكن طريقة مودرن، السلم كونكريت بسيط على اليمين حائط على الشمال الأسلاك، على اليمين حائط على الشمال الأسلاك.
عندنا هذا الستايل، هم ستريبات حديد، هني سلم عبارة عن شكل اليو مثل ما تشوفون صاعد ونازل، والقاطع بينهم حاطين لوح حديد أسود فاصل بينهم، وعندنا الستريبات في هذا الشكل من الأسلاك هم ممكن تستخدم. فهني نرجع منو قاعد يستخدم السلم، وايد مهم انحناء السلم أمانة، هل هو آمن ولا لا. هذا شكل أسلاك ثاني، وتشوفون غيره من الأسلاك حطيتها. ني نتكلم عن مثلا الحديد، أشكال من الحديد اللي ممكن تتسوى أنه ما تعتبر كلاسيكية، هذه أوردي عرضت لكم إياها. عندنا هذه شكل وايد مودرن حلو، حتى حبيته مع السجاد، أنا شخصيا وايد أحب السجاد بالدري لكن ما نستخدمه وايد في المنطقة. عندنا الذهبي إذا أحد حاب يكون عنده ستايل ذهبي بالسلالم بهذه الطريقة، هم تعطيني لمسة كلاسيكية بس مو كلاسيكية بحتة، ممكن تكون حديد قال يعني أوكسيدايزد، يعطيني كأنه مصدي على المساحة كلها. لكن وين هني عندي شيء يزعجني شوي، طبعا فيها وايد أفكار حلوة وتفاصيل حلوة، مثلا الفراغ اللي بين السلم ويا الحديد هذا وايد حلو، لكن الحديد نفسه حاسة زوايا حادة تعطيني خطورة، يعني السلم من الأماكن اللي أنا وايد أخاف منها إن الواحد يطيح، فدينا طحنا وطحنا على هذه الزاوية فزادت المصيبة مصيبتين. هذا الخشب وايد حلو، شوفوا تفاصيله، خشبة طبيعية لقيناها بالطبيعة وركبوها كذا رمزين، وايد حلوة. ممكن تكون حبل، هذه حلوة حق شاليهات. ممكن نشوف هذه حلوة بس ما تعطيني الأمان اللي أنا أبي بوجود الدربزين، في فراغات وايد كبيرة بين كل قاطع وقاطع. هني لما نتكلم عن الإضاءات إن شاء الله نتطرق لها، شلون إحنا نحط إضاءة مخفية داخل الدربزين نفسه على حسب توجه الضوء، هذا راح يعطينا الضوء وين راح يكون على السلم على الطوفة أو غيره. نرجع للبورد مالي، أنا وايد أحب هذه النوع من السلالم، وايد أحب هذا الإفكت أصلاً، نظيف وبسيط، حتى شكلي راح أضيفه على بورد ثاني عندي، فأحب لما السلم يكون بين طوفتين والطوفتين بسيطين بيض، وايد أحس في راحة لما أمشي بهذا السلم. شوفوا التفصيلة هذه بسيطة خشبة، لكن هذه شلون الخشبة لفت عطت السلم جمال يعني لا يوصف، لفت الدربزين هني شلون تلف على العمود اللي موجود، هذا كله تفاصيل حلوة لازم تندرس من البداية. شوفوا هني الخشب كله، السلم كله خشب بنفس نوع التشطيب، وبعدين في خط حديد موجود، بعدين الدربزين نفسه مبتعد عن الطوفة، هني مجال ان نحط إضاءة مخفية. هذه شوفوا التفصيلة، هذه الدربزين شايل بليتة الحديد اللي عليها صفايح الخشب أو ألواح الخشب، تفصيلة جدا بسيطة ما فيها زحمة ما فيها شيء، أعطتني جمال للسلم بشكل وايد حلو. نرجع تشوفون أهمية وجود الدربزين على الطوفة، عشان هذه الدربزين اللي فعلا أحد راح يمسكه. نرجع حق الجزاز وتفاصيله، شوفوا تفصيلة التركيبة، هذا تأكد نظافة الجزاز، لما أنا أي أتجه إلى دربزين زجاجي عشان يصير عندي منظر بعيد أو 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 فيجولي أحس إن الموضوع وايد نظيف وخالي، ما أبي أعد يعني ما أبي أخليه مزدحم بتفاصيل تركيب مو مدروسة، فهاي تأكد بساطة السلم. ودائما تشوفونها يعني هاي الطريقة الصح لتركيب دربزين زجاجي، مو ان نركب الزجاج برا بوجود براغي. شوفوا هالدربزين ذمتكم، شوفوا البساطة النظافة هني، ولما يقول less is more، كل ما قللنا كل ما شفنا اكثر.
هني درب زين يكون في إضاءة. جمال الإضاءة لما ضربت على الطوفة صار واشينج، وضرب على ألواح الخشب عطتني كاستينج شادوز وظلال حلوة المنطقة. ممكن الدرابزين ما يكون درابزين، الدرابزين يكون حفرة موجودة بالطوفة مثل ما تشوفون هنا. هاي تتعمل مليون طريقة وطريقة، ممكن تكون بخشب، ممكن تكون برخام، ممكن تكون في طوفة الجبس نفسها مثل ما تشوفون هنا، ممكن تكون بتفصيلة مختلفة. خلينا نشوف إذا ألاقي شيء ثاني. الحلو بنترست ولما أبدي أخذكم معي بجولات مثل هذه بنترست راح تلاقوني أنط من موضوع لموضوع. يعني طاعوا هذا، طاعوا الدربزي. هني ما عندي مانع إنه يكون الزجاج ببراغي مثل هذا الشكل، لأن سلم طاير. هني نرجع حق الدربزين اللي يكون داخل الطوفة نفس التشطيب، كأنه حفرة حفرناها في الجبس. طاو سلم هذا قاعد يطالع ساعة ما أمامل مامل ماشي طالع البيبان الفريملس، ما أدري الإضاءة المخفية ليمين يسار السلم، ما أدري مسكة الباب، ما أدري ستب الإضاءة اللي فوق. شوفوا معي هالسلم الحين بس منطالع سلالم حلوة. شوفوا هالسلم شحلاته، شوفوا الباركيه، شوفوا هذا، هذا وايد حلو. طع هذا فتح جاية من السقف طالع من هالدري. ودي هم على يوم نتكلم عن السلالم الخارجية. طيب هذا كلهم كيرفد، سلالم كيرفد حلوة. يعني شوفوا هذا صاير من برا نفس كنا جبس ومن داخل خشب، وتحسون شيء كنا يلد قاعد ينشلع. السلالم الخارجية يعني موضوع وايد كبير وهم حلو نتطرق له. شوفوا بساطة هذا السلم ودرب زينة، تحفة فنية بس بروحه. هذا وايد حلو بس وايد حسيت خطر، اخترعت وايد، اخترعت من هذه الزاوية. شوفوا التفصيلة هذه حق الدربزين، حفرة صايرة بطوفة الخشب وملبسة من داخل يلد. هذه ما تصير ترى في فكر عشوائي، ما تصير واحنا قاعد نبني نقرر ان نحط هذا النوع من الدربزين. هذه راح تحتاج دراسة، تحتاج مخططات، تحتاج تفاصيل، وقت البنيان تتجهز. فبهذه الطريقة تقدرون تاخذون افكار، واتمنى اني ونستكم هالفيديو اكثر من اني انا ضايقتكم. ولا تنسون قبل ما تتركون هذا الفيديو اذا كان عاجبكم انكم تسوون لي لايك، تكتبون لي كومنتس شنو احلى سلم عجبكم في هذه الصور. واكيد اذا تعرفون اي احد قاعد يبني وهو في مراحل مبكرة من البنيان ساعدوه واعطوه هذه الافكار عشان يقدر من البداية يكون مجهز لسلالمه، نكون من البداية مجهز لسلامة في طريقة صحيحة. مشكورين، وأتمنى أن عجبكم الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في فقرات جاية.